اشوف العيد، لا شفت العيد ولا درب بعيد، وبعت من الليل رمي عيوني، قالوا لي العيد يا حلالي وتحلم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، ومسك الختام بالوان العيد و زينة العيد، عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية أيضا. كل عام وجميع أبنائنا من الطائفة المسيحية وأصدقائنا وإخواننا من أبناء الطائفة المسيحية بألف خير بمناسبة الأعياد، أعياد الميلاد المجيدة. طبعا يعني بلشنا نشهد حتى في المحال، في الفنادق، في محلات الألعاب، في المحلات التجارية بدأ إشعال شجرة الكريسماس أو شجرة عيد الميلاد، وبدأوا بوضع الزينة الجميلة للاحتفال بهذه المناسبة. طبعا احنا بنرحب بالسيدة سلوى الديك أم رامي، صاحبة اللمسات الجميلة والأفكار الجميلة لكل المناسبات والاحتفال برمزية أيضا هذه المناسبات. أهلا وسهلا فيك أم رامي. أهلا حبيبتي، كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير يا ربي. وإحنا شايفين يعني مش معقول الألوان الذهبي مع الأحمر مع الأخضر، هيك رمز العيد، يعني رمز العيد هو الأحمر والأخضر. كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير يا ربي. شو جديد 2012؟ كل شيء جديد السنة. نحن عملنا الشجر الصغيرة، عملنا الباكيتات الفاين، التنسيقات، المغارة اللي خلق فيها المسيح، طبعا رمز نحن بنعمل كرمز. أوكي. طبعا هذا كله من أشغالنا نحن، من الكرتون اللي بنعمله. أوكي. الكرتون المقوى اللي منلبسه بال يعني مثلا مغارة كثير في هلأ يعني هذا المجسم متطور. زمان كنا نشوف مثلا بورق التجليد، هلا كان زمان هذا. يعني احنا عم نحكي على الجديد اللي عم نعمله، الشيء الجديد، اشياء جديده يعني اللي هو عم نعمل بالكرتون. اشياء بالكرتون. طبعا نحن هدفنا بنوصل لست البيت انه هي تقدر تعمل اي شيء من كرتون او من اشياء موجوده عندها في البيت، تقدر تبتكر افكار وتقدر تزين بيتها بالكريسماس. خلينا هلا نحكي عن زينه اول شيء الطاوله الوسطيه اللي بتكون بغرفه الضيوف وطاوله السفره، لانه صح. طبعا بنعرف انه في سهره ال 24 الشهر اللي هي الكريسماس ايف بتكون ديك الرومي والعشاء الخاص بهاي المناسبة. فشو الزينة الآن برضو؟ هل هي برضو أنا شايفة نفس الألوان الذهبي والأحمر؟ الذهبي والأحمر كله متناسق مع بعض على أساس يناسب أي صالون أي قاعدة. نحن مندخل الألوان ومنعمل كله نفس الألوان. طبعا أنا عاملة مفارش بالنسبة للدورات اللي بعطيها نحن بالكرتون. كمان بيدخل خياطة، وهو الخياطة اللي هو طبعا أشياء بترمز للعيد، كل إشي بيرمز للعيد نحن بنعمله. أوكي. هذا داخل المفارش، طبعا هذا خياطة داخل الخياطة. طبعا قماش بيكون نحن منخيطه، يعني هاي فكرة أو لون. هذا طقم للطاولة اللي بالنص، اللي بالنص مع الاسكملات. في لون ثاني أو فكرة ثانية باللون الأحمر، باللون الأحمر كمان طقم بيكون كله كامل. طبعا بنعمل نحن لون الأحمر، أيوة، اللي هو للصفرة كمان. هذا للصفرة شكل بيبيوني. شكل بيبيوني بنحط على طاولة الصفرة بهذا الشكل قبل ما نزين او قبل ما نحط الاكل عليها. ايوه طبعا. طيب هلا هي حكينا عن الارضيه، خلينا هلا بنحكي عن الاشياء اللي بنحط عليها بالضبط فوق الشراشف. طبعا نحن بنزين، نحن بنعمل شجر صغيره، بنعمل كديكورات طبعا في البيت. انت بتلاقي بالبيت بالكريسماس كثير هو صعي معجق، بس كثير حلو، هو حلو بعجقته. بنعمل شغلات كثيره، شيء للصمديه، وشيء اشياء كمان بنعمل للاطفال اللي بيجوا لعنا عشان نضيفهم، نعطيهم معايده. طبعا هي عصايه سانتا معها حبه شوكولاته ومزينه، وهن بيقدروا يستغلوها يحطوها في البيت عندهم. طبعا هذه بنعملها نحن بسله، سله كمان عباره عن كرتون. نحن بنحكي عن اشياء نحن اللي بنعطي دورات فيها واللي نحن بنشتغل فيها على شكل وجه سانتا. كمان وجه سانتا ووجه الثاني، نحن على الوجهين بنعملها. هذه بنخليها دائما بالصالون على الطاوله. سنو مان كانه ايوه. ان شاء الله تثلج السنه. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. طبعا نعمل اشياء الشجر اللي بتتعلق كمان على الباب، هي كمان عباره عن كرتون. الاكليل اللي هي او يعني كنا زمان نشوف بس الاكليل. هلا نعمل اشياء الشجره طبعا والاكاليل على الباب، على الباب كدلاله على الاحتفال بالعيد. صح. طبعا نحن عشان نستغل شغلات احنا باكيتات الفاين كمان بنعملها. انا عامله لونين هذا من نفس الطقم الشرشف بالضبط. هذا ايوه
من نفس المفرش. نفس المفرش عشان يكون طقم لل... واذا بدنا زي الصالون. زي لبسه سانتا كلوز بنعمل طبعا باكيت فاين وحمله محارم فاين كمان. النابكنز مع الكعك ايوه اللي بتقدم او الكوكيز طبعا عربايه سانتا عاملين نحن طبعا هذه خشبه بتكون عندنا نحن ومنرتبها ومنظبطها نحن بفننا بما انه يعني بنعمل فن مثلا يكون هديه اجتنا فيها اوار زريعه فيها ورد فيها يعني نستفيد منها. نستفيد منها. اوكي عملتها انا للتضيف تضيف الشوكولا بتقدر الست اللي بتحملها تضيف فيها الشوكولا او تنحط على الطاوله ونضيف فيها الشوكولاته. في كمان مضيفه ثانيه مضيفه للبسكوت هذا كمان شغل الشوكولاته كله شايفه بنزين حبات الشوكولاته وبنحط في قلبه. انا طبعا عامله كام وحده بس اوكي طبعا نحن عندنا ترمس القهوه اللي بنحط فيه القهوه الساده انا عملت له كمان اشياء بنلبس الترمس القهوه عشان نضيف فيه القهوه الساده اللي هو السانتا اوكي وتبع الثلج هاي بتنحط فوق الترمس كمان حلو طبعا اكاليل صغيره بنعمل عشان نعلق على الباب عندنا اجرين سانتا بعده الوان اللي معلقين هاي اللي معلقين بعده الوان كمان هاي ممكن تتعلق بالمطبخ على الباب منزين فيها بزوايا مختلفه بس بالبيت. الصغير بنحط فيه للصغار شوكولا ملبس البيبي لما يجي بينبسط عليها انه مزينه اجر سانتا هيك صغيره هدول الصغار هيك عاملينهم نحن للاطفال الصغار والعصايات بتحس الناس يعني اوكي فرحه العيد حلوه كثير بس كمان رمزيه العيد والاحتفال بالمظاهر العيد الزينه الشجره سانتا كلوز اللون الاحمر الالوان اللي بتدل على العيد قد ايه بتكون بتاثر بالناس بتفرحهم طبعا طبعا بالنسبه للاطفال كمان اكثر من الكبار هو هذا الاعياد هي بتلفت نظر الاطفال اكثر من الكبار طبعا الكبار كمان بينبسطوا فيها طبعا لان هاي الالوان كثير مفرحه وحلوه في كمان الشمعه عملتي لها زي الاكليل او قاعده ايوه بقلبها الكاسه والشمعه ممكن كمان على السفره تكون موجوده ممكن على الطاوله الوسطيه طبعا التنسيق لحظي من اشياء نحن بتكون موجوده عندنا اوار صغيره بنعمل فيه تنسيق المهم شيء نزين اشياء في بيتنا طبعا عندنا هذا البوت تبع سانتا عاملينه كمان كشكل شجره وبنحطه كمان شيء على الباب او على الطاوله يعني بتحسي الكريسماس هو او بالاعياد حتى يعني بالكريسماس اكثر شيء انه بنزين كثير كثير بتحسي الاشياء انه عجقه بس حلوه عجقتها طبعا شوفي هذه الخشبه هذه كمان طبعا الورد بنجيبها تنسيقه ورد بتكون عندنا اوكي نحن بنظبطها بنعملها للكريسماس بنعملها تنسيقه حلوه وفي كمان اذا بدنا نحط نضايف الكوكيز او شيء برضه بتكون زي هذه كمان مضيفه اذا بتقدري تحمليها ايوه هذه كمان مضيفه هون بنحط عباره عن خشبه كمان ومعها اكياس للملبس اذا بنحط اوكي يعني للتضيف كثير في شغلات عاملينها نحن من اشياء انه ما بنشتريها جاهزه الموضه ست سلوى يعني كل سنة بتشوفي مثلا كل سنة هلا لازم ندخل او بتشوفي شو الموضه برا ولا انا ببتكر من افكاري الموضة ولا بدخل النت لا ما بتتابعي انا من افكاري بس بحب ادخل اشياء من افكاري عشان تبقى مميزه وكيف الستات اللي بتدربوا يعني كمان بتحسيهم بيعتمدوا على افكاري شاطرين وبيعتمدوا على افكاري كمان وممكن تكون هاي مشاريع صغيره لسيدات في بيوتهم بتقدر تساعدهم وبيقدروا يشتغلوا هنا في هذا المجال كمان وبصير في دخل منه شو كمان في عندنا افكار حلوه للعيد الجديد هاي السنه شوفي شكله مغاره بس عم مصغر هي عباره عن هي ممكن علبة. تتعلق كمان لا ما بتتعلق هي لانها ثقيله خشبه انا مكملتها من فوق بالكرتون عملتها كشكل مغاره شايفه يعني انا بوصل فكره لكل ست انها تقدر تبتكر افكار بسيطه ببيتها باشياء بسيطه يعني بتقدر هي تبتكر وتعبي اغراض والأدوات بيتها والادوات هاي متوفره في محلات موجودة. يعني الاكسسوارات مثلا ممكن تكون موجوده بمحلات الادوات المنزليه او بمحلات بكل لا محلات التزيين او التزيين خصوصي. ايوه موجوده هذه بكل محلات التزيين متوفره كل اغراضها بس عليك انت انك تبتكري الافكار
طبعا زي هاي زي هاي مثلا العلبه بايش ممكن نستفيد؟ ترمس القهوه او بتحبي للتضيف بصير كمان ضيفي فيها ممكن شوكولا. نحط فيها شوكولاته وممكن نحط فيها ترمس قهوه ونلبسه سانتا كمان. طبعا شوفي هالتنسيقه اللي على الارض كمان هاي كانت كمان عباره عن خشبه فيها ورد كمان ما من يعني ما من زيت اشياء اللي بتجينا نحن بنستغلها. لاحظي كيف عملتها شكل سانتا كلها وورد كريسمس بتطلع كثير حلوه بتزين البيت فيها. طبعا المغاره انت شفتيها من جوا كيف نحن بنعملها من كرتون بس بنشكل يعني كيف بدي اقول لك تشكيل يعني رمزي عرفتي كيف للعيد للعيد المغارة ميلاد المسيح الدلالات كلها اللي بتدل على هاي المناسبة حتى هذه طيب المغارة نحن نحط فوقيها الشجرة طبعا الشجرة الكبيرة مش معقول احنا ما هلا بدي اقول لك بدي شجرة كبيرة لانه طبعا كثير صعب انه نجيب الشجرة هون على الاستوديو نزينها بس كيف بيكون تزيين الشجرة كمان بالموضة يعني شو الان الموضة هل هي انا بتذكر دائما الطابات هل مثلا هلا في شيء جديد في بيقولوا زي الدمعة الطابات حتى في افكار نحن عم بنجيب من لمبات هي ما عم لا لحقت اعملها اللمبات اللي بنستعملها اللي بتحترق بنقدر ندهنها غرا ونرشها بالديسكو بالهذا اللي بيلمع بتصير عندنا زي شكل الطابه ومنعلقها على الشجره لمبه محروقه لمبه يعني محروقه خلص ما بنستفيد منها ممكن والله فكره في لمبات شكل مستطيل وفي المدور وبتقدر ترسمي عليه اشياء زي وش ثلج او وش سانتا وبتصير اشكال مميزه حلوه يعني كل سنه في افكار جديده والالوان كمان هلا الموضه يعني مرات مش بس هلا الثيم معروف اللي هو الاخضر والاحمر والذهبي هذول دائما بس هذول ما بيبطلوا هيك كل سنه برضه مرات بدخلوا الموف شجره كلها موف بتكون او ابيض شجرة موف مثلا كتير حلوة. يعني في تغيير بالالوان هلا هذه السنه في لون معين موضه ولا لا هو قبل سنتين مرق انه دخل الموف والابيض بس لا السنه كثير الناس مركزين على الاخضر والذهبي والاحمر رجعنا للاحمر والذهبي الالوان الاصليه يعني هذه فعلا اللي ما بنستغني عنها الالوان صح ايش كمان في افكار بنقدر نعطيها للستات اللي الان عم بيتابعونا ولسه عم بزينوا بيوتهم لسه ما خلصوا اي شيء بيقدروا هن يبتكروا في البيت هلا عباره عن هذه شوفي هلا بدي افرجيك شجره صغيره عباره عن شجره صغيره طبعا اوار صغير حتى لو ما اشتريناه جاهز فيه بنقدر في البيت او كاسه نقدر نحط فيها ونلبسها خيش ونربط لها في يونكه صارت شجره نقدر نزين فيها يعني ست البيت باي شيء هي بتقدر تزين بيتها وبابسط الاشياء هلا طبعا شوفي باكيت الفاين هلا بقول لك كيف نحن مشكلينه نحن بنرسم رسم برسم الشكل اللي انا بدي اياه وبلبسه قماش اوكي وبطبقه وبعمله باكيت فاين بعده اشكال شيء مستطيل وشيء شكل الكوخ طبعا كل عيد بندخله نحن اللون اللي بيناسبه حسب الموضه شو لون الموضه حتى العصي من كرتون لاحظي نحن كثير بنستعين بالكرتون اذا ملاحظه لاحظي قديش اشياء فيه كلها بالكرتون حتى السله كرتون بس مقوى يعني مقوى ودائما بيكون على طبقتين نحن بنعمله عشان يكون قوي ماشي ومع فرد السيليكون الصديق طبعا طبعا هذا ما بيصير بلا فرد السيليكون اكيد اللي ما بتستغني عنه طبعا 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 هي لا اشياء جميله كثير فعلا ام رامي يعطيك العافيه الله يعافيك يا ربي تسلمي يعني احنا فعلا بلشنا نحس باجواء العيد بلشوا الناس يعني تقريبا من اول الشهر يزينوا ويحطوا ويضووا الشجر وين ما كان وبلشنا نشوف سانتا كلوز وين ما كان ففعلا يعني اجواء بنستناها من السنه للسنه وشغلك دائما مميز تسلمي يا ربي وان شاء الله نكون اعطينا كمان الستات اللي عم بيحضرونا الان بعض الافكار البسيطه غير المكلفه بس بنفس الوقت وقعها كثير حلو علينا وعلى الضيوف اللي بيجوا بعيدوا علينا وعلى ابنائنا كمان انهم يفرحوا ويحسوا ببهجه العيد احنا بنشكر وجودك معنا ست سلوى الديك يعطيك العافيه وبدنا نعيد على جميع اللي عم بيشاهدونا الان من ابناء الطائفه المسيحيه كمان مره ونقول لكم كل عام وانتم بالف خير ويلا بلشوا زينوا من هلا عشان نستمتع بالعيد اطول وقت ممكن اهلا وسهلا فيكي اهلا فيك وشكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم لنا وكل عام وانتم بالف خير الى اللقاء هذا البرنامج برعاية حبوب تنظيم الأسرة بتريح البال غالية زعلان مني يا زعلان مني ما لمست بإيدك شعري ما اخترت ثيابي ولا عطري Thank you.
أحبك يا أحبك يا عمري غالية، زعلان منك.